طبعا احنا ما ننساش ان في دعم نفسي واراده سياسيه الحمد لله لا هو بيعيشوا معلش انا ازمه لازم اقول لحضرتك حاجه برضو، عصر اهتمام الدوله بس بيهم مش اهتمام الدوله، في كل الاماكن والانديه، وسياده الرئيس بيكرمهم، دي دعم انا نفسي بشتغل مع كبير جدا. مظبوط يا منى بس هاني. اللي احنا عايزين برضو لا الدعم بس انا عايز المادي اقول لحضرتك كده. حاجه، انا بشتغل مع ذوي الاعاقه الذهنيه من ايام يعني مدام ماجده موسى من 2003، فانا بقالي تقريبا 20 سنه معاهم. لم ارى في ال 20 سنه، ودي ولا مجامله ولا اي حاجه، وانت عارف انا ما بجاملش طبعا. يعني، لم ارى دعم لذوي الاعاقه زي اللي حصل في الفتره صحيح في الفترة بتاعت الأخيرة فخامه الحقيقة. الرئيس. صحيح صحيح اول مره يطلع لنا قانون لحمايه ذوي الاعاقه، صحيح وحص بالظبط، يعني بيحميهم وتطبيقه وبيساعدهم كمان، ما في وتطبيقه قوانين اول لدمجهم مره. في المجتمع بالظبط 65، لكن تهيئه ما كانش المرافق، بيطبق. اول مره يبقى في صندوق لرعايه ذوي الاعاقه، لما بنتزنق في حاجه معينه بنلجأ لهذا صحيح. الصندوق. نمره ثلاثه، اول مره رئيس جمهوريه يحضر جميع اعياد ذوي الاعاقه في نوفمبر كل سنه في حرصوا على الجامعه بتاعته. مقابلتهم شخصيا بالظبط، وتكريمهم. وتكريمهم. احنا لما رجعنا من 2018 بكاس العالم، والرئاسه عرفت عن طريق وزير الشباب ووزيره الضامن ساعتها الدكتوره غاده والي، هو اللي قرر، محدش طلب، قال لا يتكرموا زي اي فريق خد بطوله، ورحنا اتكرمنا. مش بس كده، عشان هذه المجهودات يمكن الصوره كانت جايه دلوقتي على الشاشه، الاولمبيات الخاصه العالميه قررت اختيار فخامه الرئيس السيسي رجل يعني اهم شخصيه ساعدت ذوي الاعاقه في 2022، وجي وفد من الاولمبيات الخاص بيمثل السبع مناطق على مستوى العالم، رؤساء المناطق كلها، ونائب رئيس الاولمبيات، وقدموا للسيد الرئيس التكريم والدرع. الصورة كانت موجودة من شوية على الشاشة، معانا على الشاشة. لا أيوه، هي دي فن، هي دي فن. الحقيقة نتيجة اللي احنا قدمناه، الملف اللي اتقدم عن سيادة الرئيس ما تناقشوش فيه، رغم انه اتقدم عدد كبير من المرشحين، والحمد لله في 22 بسبب الحاجات اللي انا قلتها اللي عملها سيادة الرئيس، انها بقت النهاردة تم تكريمه كأفضل شخصية عامة وقفت مع ذوي الإعاقة في 2022.